قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقوله تعالى: وأنذر به، الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتهديد. وقوله به، هذا الضمير يعود على القرآن، والقرآن أعظم ما ينذر به ويخوف به. ولذا قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وذلك لأن الكفار قالوا: من يشهد لك؟ فقال: الله، وهو أعظم الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. ولذا قال تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. على أحد وجوه التفسير: أنزله بعلمه، أي هو عالم جل وعلا بأنك أهل يا محمد بأن ينزل عليك القرآن. فقوله عز وجل هنا: وأنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا. ولذا ذكر بعدها الخوف، مما يدل على أن هذا الإنذار الذي يحمل في طياته التهديد والتخويف قد بلغ منهم مبلغا، ولذا هم خافوا. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولذا قال تعالى عن أمر الساعة: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. دل على أن هناك إشفاقا وخوفا من هذا اليوم. والحشر في اللغة هو الجمع والضم، والحشر إلى الرب عز وجل في يوم القيامة هو أن يأتي كل مخلوق خلقه الله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس هنا نافية، فنفى عز وجل أن يكون هناك شفيع أو أن يكون هناك ولي ينصرهم من دون الله عز وجل. وفي هذا الإنذار دعوة إلى أن يكونوا من المتقين. ولذا قال تعالى: لعلهم يتقون. فإذا أراد الإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل قد بلغ في التقى منتهاها، فعليه أن يوعظ قلبه بهذا القرآن.